بداية حلقتنا اليوم في إطار التعاون المشترك بين وزارة شؤون الإعلام والشركات والبنوك التجارية في البحرين، استضاف سعادة وزير شؤون الإعلام الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، تضمنت الزيارة جولة تعريفية حول أبرز البرامج اللي تعرض على تلفزيون البحرين والاستديوهات الجديدة في الوزارة. اليوم حسيت بفخر باعتزاز، وحسيت أن هناك استراتيجية ونقلة نوعية في قطاع الإعلام في البحرين، وهذه مفخرة للبحرين. الشيء الثاني اللي أسعدني هو الشباب البحريني من بناتنا وأبنائنا اللي شفتهم اليوم في مبنى وأقسام وزارة شؤون الإعلام. أمانة أهن أنفسنا أولاً في مملكة البحرين أن هناك الآن سياسة واستراتيجية واضحة أشوفها، أشوف ما شاء الله يعني استوديوهات متمكنة يليق بسمعة البحرين وترويج مملكة البحرين وإعطاء الصورة الصحيحة عن مملكة البحرين كإنسان وكوطن.